انت قاصر ولا عايب؟ هاتي طبق حلها غيري. يا حبيبتي يا بعد شبدي يا هادي يا بعد عمري، انا ما قلت لك عايب ولا قاصر، بس انا هالايام ظروفي يا هادي ظروفي قاسيه، الثلاثين دينار اللي بنعطيها الطباخ تنفعنا يا حبيبتي. انا ما علي يا طباخ يا والله بلا ما نسوي شيء. يعني شلون بالله انت احسن من زوجة شريب كهرة قاعد تطبخ وتخسن وعندها درزن يا هاد، ولا قالت حق غيرها لا يجيب لي طباخ ولا غيره. انا ما علي منها يا حرة. بعدين لا تنسى ان شريب زين معاها مو مثلك. وش دعوة انا قاعدة يحشش في اليوم ثلاث مرات الله يهدينا وياك. ياه العيد عروس انا ما بحش زايد. يا طباخ يا ماكو غدا مباشر. ماكو غدا بالطقاق يطقك انت مع بيتك. ياه شرها علي انا. ايه انا ادري من مخربة علي. ماكو غير رفيج الشريب. كلمة والثانية قال لي شريب ويا طلاي وشريب. لكن ماني هادية اذا ما شربكتك يا شريب. كشف المحاسبة كلها حضرتها موجود دقق. طيب كشوفات الموظفين جميعا الحاضر بسألك عشان تصرف بس. والكشوفات الإضافية كلها موجودة بس ما تصرف الحين. ما تصرف بدأ عين تصرف. لا 15. أوكي أوكي. طيب والعدرس ما بين اليوم خير؟ ظهرنا عنده إجازة. إجازة طبية طبعا. لا إجازة إسهالية شارب مسفل. مو عنده اسهال على طول، عنده مسهل بالبيت على طول. زوجته عن عشرج من الشفريجه على طول. طلبات طلبات طلبات. اوه اوه الريال طقت شبده. مل يا ريال الحريم كلها كذي عندنا وعندك خير؟ ابدا ابدا سالم ارجوك لا تغلط هالغلطه. انا شخصيا عندي واحده منهن تسوى ست سبع عليهن. ها والله بالله مالي علي البيت سعاده وهنا ورفاهيه وزقزقت عصافير. صوتها زقزقت عصافير. انا يبا تحمد ربك ولا تحسد نفسك. انت بنعمه. نعمه فضيله عساها تدوم علي بس النعمه الفضيله. الحمد لله الحمد لله. عيل العيد روسي عايش عيشه. وصل. عطنا القلم. حتى قلم ما عندك؟ اها عطى قلم. ها العدس خير ان شاء الله. اليوم متاخر. شنو؟ متاخر خير. وانت شكو؟ متأخر ما متأخر مالك شغل يا شريف معاي. والله العظيم. الله أكبر. والله شكو أنت موظف حالك حالي ما عليك مني. يا حبيبي هذا من زود المحبة أنا أسأل عنك. لا تحبني. يا عجيب والله. يا حبيبي ما لازم لكن أنا ما لومك لأنك أنت ما تلام. ما اللام؟ لا أبدا. شخصتك؟ شخصتك في هالكلمة هذه وراها كلام هذه؟ قصدي شريف. احترم نفسك يا شريف أحسن لك. ويكفي اللي أنا يكفي. الحين والله العظيم يكفي اللي أنا خليك على مكتبي ولا انت موظف لا رحت ولا جيت عند المدير. انا موظف لا رحت ولا جيت عند المدير. اي نعم انا مدير يعزني وحبني. لا ما يوافقك بعشت الله. لا يوافقك بعشت الله. تحط لك مكتب حالك حالنا. انا ريال انتج. انا ريال اتعب. صل على النبي بس يا شريف. يلا بس الفقها. انا ريال من كثر ما اعمل واتعب واشخى. ساعتي في الطاوله حاطها. هين ما علي من ساعتك. حي رباطي باكر واحطها. يلا انت شغل على هذا ملك. صار لك اسبوع تشتغل بملك فاضي. هذا مال المناقصه الجديده ما عندها وصلت. طيب والمناقصه الثانيه الحين ايش عندك انت؟ انا ما عندي شيء بس يا كلمه رد بمكانك. هوني. لا بس لازم الريال يحترم يثمن كلامه قبل لا يذبه. يقول ولا سنه. انا ما قلت شيء ارجوك. انت لا تغلط الغلطه الكبيره الشاسعه. ارجوك انا ريال ما تحمل. انا ريال انا انسان شاعري. انا انسان مو شاعري تماما. يعني ايش عندك الحين؟ ماني كوني عندك. انا ايش عندك الحين انت قاعد ناجح؟ ايش عندك يعني انت ايش عندك انت؟ يا من وانتك علي؟ انا انت كم واحد يوزن عليك؟ الله اكبر مد يدك. والله الله اكبر. والله شو عندك انت؟ اذا خاطبك من جهل قول له سلام. سل عنا. حط الملف. تعال هاتني. حط الملف زي خلاص. هاتني تعال. حط الملف. ها شو سويت الحين؟ قطعت زرار. زرار ما جرب تراب. الزرار الثاني. الزرار الثاني حد شيلني انا حد كلش انا لا تقعد تكتب طالعني. ها اشهد علي سالم. ها اشهد علي. ايش تسوي سالم؟ ترى بدي غلط عليك. اي سالم ترى بدي غلط عليك لكن انا سوف انتقم منه. لكن انا عارف شغلي وياه. خل احط الحيط اول شيء. يا دروسي وشريب تعوشوا وتطاققوا وتشتموا. انا يا الفراش وهان. طيب نادهم بسرعه. ايش شلون انا الفراش وهان؟ بسرعه نادهم بسرعه. حاضر عمي بسرعه. حاضر عمي انت تفكك يا جماعه. عيب 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 ع
فراش مدير. المدير زين كذي. المدير الشبي زين. خصم معروف خصم. انا اذبحك اذبحك. لا لا روح روح ماكو شرب اذا ما انتقم منك. ماكو شرب اذا ما انتقم منك. روح روح زين روح. تفضل تفضل. لا هلا ولا مرحبا فيكم. يسعدني هالمسائل بنفسجي اولا. لا هلا ولا مرحبا فيكم. طيب انا عندي كلمه واحده بقولها وبعدين بمسك الباب وبرجع. انطب. اولا باي حق انا انهان في شركتك انطب موقره. انا جايبكم هني موظفين عندي ولا منافقين. انت قاعد تغلط علي ترى حطوطك قاعد يغلط علي نفسك. وبعدين بعد خمسة الحاجة روسة عندي في المكتب. عمي طاقت اني ما تستحون على ويكم. اسكت. ما تستحون على ويكم. سؤال كل واحد رجال شطوله وشواربه مثل قصقص القطو. شكرا. وهم بعد تهاوشون عندي في عمي سؤال وجيه. انا بسال هل انا اشتغل بالشركة عندك هني ولا اشتغل في الحمامات؟ انطم. رجال قاعد اي كلمة. اسمع كلامي. يشكك الدواء. اسمع كلامي. انا عمي يقول لي حفار قبور. انا حفر قبور ما ادري والله عليكم ما ادري حفر قبور حمار قبور يطلع عليك كناري الملعون واحد زين انا شايفكم انا اللي الواحد يمر بالشارع هذه ما هو عندي هني انت موظف عندي وفاشل وشغلتك انا عندي خليتك انا شوف اسمع انا دراما انا دراما اسمع انا انطم كل واحد الحين لازم يروح بيته ويبدل ملابسه ويجي على الشغل ما تخسر واذا يتكرر بيتكم مره ثانيه انا اعرف شلون اتصرف وياكم صح برا لكن برا انا برا برا صح بس عمي انا بغيت برا بس انت جاي بتلاكمني لا ابدا بس يعني برا عمي برا اللي بعطي برا بعطي القاضي قلت لك برا بس يعني ما في برا يعني برا 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 ما لازم برا برا زين بيبقى برا زين بيبقى هذا غير برا الحمد لله بخير. شلون عيالك؟ الله يسلمك والله. وكم شلونك؟ الحمد لله والله يسلمك. سريحي شلونك؟ الحمد لله والله. وينك يا حافظ؟ ما تبينين؟ كلش مزورينك؟ البيت واشغاله والعيال ماني فارغه يا هادي. الحقيقة يا اخي انت مساكين والله تكسرين الخاطر. او ليش؟ الحين تبغى الله عليك ما تقولي ليش محصله من ورا الشقه والتعب؟ بيتي وعيالي وعيالي هادي. زين. بس الريال اذا ما يحس فيك ولا يقدر هالتعب ايش تقولي؟ لا والله الريالين مو هم واحد فيهم الطيب فيهم الردي. ويه ترى وقتك والله ما عندي السالفه. الريال كلهم مثل مهما تسوي لهم ما يبين بعينهم. لا والله عاد انا الشريف يعزنا ويقدرنا غيري ما تلعب. اي ترى والك يا حبيبتي والله ترى والك. شوفي انا اليوم قلت حق ريلي ها ولا طباخ ولا ماكو غدا بعد. حافظي هذا يمكن ما يقدر يبلش طباخ. لا هو يقدر ونص. مريم امي احسن مني، سبج امي احسن مني، نوال امي احسن مني حالي حالهم. والريال الطيب يعرف الحق بنفسه. لا صار عنده يا هادي مو مقصر يا حافظ. واللي عاد اتشغلتيني عن البيت والشغل طايح. يا حافظ ما صار في دقيقتين من يعتك. لا والله شريب اليوم ما دايز لي دام قلت راح اسوي له شويه تمو والشهاده. هذا عين احنا الحريم. ما المقرودة ما دام انه ما دازت شدام بعد شو اسوي له غدا؟ حق ريحة مرة ثانية تأدب. ويا هادي هو ما له عادة كذي يمكن تأخر اليوم يمكن صار له شيء ولا قدر يجيب لي ذا. ايه هني هني يعني له من اولها حتى يحسب حق تاليها. سأليني انا اللي مقدرة عمري عارفة الريال ايش من جنسه. ويا هادي حافظ مالك عادة تقولي كذي؟ وفتحنا يا اخيتي فتحنا عرفنا الدنيا وعرفنا الريايل ودوابيرهم. وهرمنا خصم 10 أيام من راتبكم. عقابا على ما فعلتم وأرجو أن لا يتكرر الخطأ. حرصا على المصلحة العامة وسير العمل. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. أنا مو فائق. جل شوي فائق أسمع حفاق. لا هذا شوية ما شفتوا شيء بعد. الحقيقة أن مديرها صعب وايد ومخها يابد. مخها متجمد. أنا أعتبر مخها مثلج.
هوشة صغيرة صارت بين الإخوة اثنين تخصم علينا كل واحد 10 دياب. طول النقهة يا جماعة، هذه نتيجة الفوضى والهوشات. كلها منك انت، قعدتنا جني من الصبح. ليش تصيّف؟ ليش ما تشاكر وانت فيه؟ تشاكر بس يبا بس، أرجوك لا تحاشيني، وهذا اللي بيني وبينك قطع. شاهد نيكا سالم من سلم السوالفي، شاهد علينا ان من اليوم رايح ما راح اشوف وياك ولا حمر علي. عقب اللي حدث، الحدث هذا مو شويه، مو حدث بسيط، الحدث هذا اللي بيني وبينك بط. هذا والله يوم السعد والوفاء والهناء والدلاله. اه وبالله ان كلام هاديه كل عدل. شكو اطبخ وشكو اتعب، والله لاني طابخ ولا مسوية شيء، واللي فيها فيها. ايه الريايل ما يفيد معاهم الا كذي. هاي مرحبا. يا هلا. هو هلا وكتو. هلا علام شبه؟ لا ما علام، ما في شيء. منتي توتو العادية اللي على خبري، انت اليوم ابدا منت ترمى، انت اليوم شرياصة. ويه فكري من اللي عاطيك فراغة تفرغوا يعني. فراغة ابدا، توني من شغل تعبان. اي والله. وعلام هدومك كذي؟ هدومي تهاوش ويا قطو بالطريق وغلبني. وينكت بعد ريال، ايش طولك ايش عرضك؟ تطلع لي الصبح كشخة وترد لي ما تملحين، بكسي على وجهك. يا حياتي انا ما عرفت الحين سبب زعلك، هل هو علشان هدومي او على شيء ثاني اهم؟ لا ثاني وثالث ورابع وخامس بعد، ايش تبي؟ توتو اجوج، انا ما اقدر، انا ما يصير كل شيء ولا يعني زعلك. اجوج في شيء، انت على هاللقوه وعلى هالهديه، شفتي غدا الله يهداك؟ ماكو غدا. ها يسلم راسك، ماكو غدا يسلم راسك. رجال طالع من الصبح للحين، لا يدام تدري عنه، لا شيء تدري عنه، ومغربلني بعد، وتبي غدا؟ ماكو غدا. توتو اول مره اسمع كلام جارح مثلك. لا بتشوف وتسمع اكثر بعد. حبيبتي تودو كلامك اليوم بالنسبة لي موس، أمواس تطلع من هالجس، ما يصير. تودو يا حياتي، يلا الغداء، يلا نشوف الغداء. قلت لك ماكو غداء يعني ماكو غداء؟ والله هذه البلشة. ها أنت بالصجش تقول لنا ماكو غداء؟ إيه ماكو غداء. هذا أنت ويا الريايل ما يفيد معاكم إلا كذي. لا شفت المرة ساكتة ولا عاجل، قلت فقيرة مسكينة من أهل الله، لكن والله وبالله من اليوم ورايح كل شيء بيصير لحد. تودو كلامك هذا في تعمق، في ما في كيفك، في تحدي. كلامك اليوم في تحدي. هلا قبل شغله ثانيه، ما يصير، لازم هنالك امر، لازم اكو حد وازج. لا ماكو حد وازني، انا مالك هذه اللي وزتني. ابدا ما يجوز. لحظه خلاص اعدل جزاشتي وبعدين احش. اولا انت ليش هالزعل اللي مو بمحله؟ ليش؟ زعل اعمالك هذه يعني خلاص ماكو غدا؟ ايه ماكو غدا يعني ماكو غدا، انت ليش بعمري ايه؟ والله هذه السالفه. حاضر ومنون على هالانف، على هالاتمس. غدا ماكو، وقررنا خصم 10 ايام راتبكم الاساسي عقابا على ما فعلتم. وتي البيت ولا ماكو البيت، شايلين حدر فوق على رؤوسهم زعلانين وماكو غدا. حلو. وكل ما يفعل المليح ما طلع دروسي، كان استطبقنا عدل وذبحته. ما شفت شيء. انا لعبت ويا ارضه. سويت لعبت ويا ارضه. اشوفي اول ما ياني ايه كان اعطيهم خمس، شنو اللي طاح؟ ايه هذا من كثر الخمس كان اعطيه طراق على وجهه خش طاح. ايه كان اقوم له قلت له تعوذ من الشيطان ورد الى قواعدك سالمه. سالم كان يقول ما اسلم انا الا ذبحك. قلت له تذبحك؟ يبي يذبح لي. قلت انا ماكو فايده معاه. كان اطقه بوكس على اللوستين، ما وعدت الا اللوستين قاعدين يركضون قدامي. بروحهم. وقايل بسوي عمليه، قلت انا اسوي له العمليه احسن. اختصرت الطريق. ايش حق يروح الطبيب وهذا؟ قلت انا ايش حق؟ انا الحين يا رب ايش اسوي في عمري؟ ايش اسوي؟ كان لفت في محمودي كان يقعد يحن. وش زين يوم شفته يحن كان ادزه في مقام حوزاوي، عرفت شلون؟ كان قاعد يلعلع ولما الحين قاعد يلعلع، شو اسوي؟ يا سلام، شو منك بطل يا العيد؟ اعطيته اكثر بعد. انا عاد قلت يا ربي يا الهي يا مجيب الدعوات، ليش انا اضيع طقاتي؟ طقاتي في غميضه غميضه على ليش اضيع؟
شحال على قلنا تعال قال ايش تبي قلت تعال ايه على الوجه مري بطل وجه هناك ما يعرف ما ينعرف وجه من ورا خش ما يعرف كفو بقاضي هناك طح انا اللي انت بس انت نفسي وانا انا كفو والله رفعت راسي بين الحريم يا العيدروسي الحين ارفع راسي بين الحريم واقول عندي راي اسمه العيدروسي الحين نعم بطل والله بطل خبرك بس انا طال عمرك انا سويت الشغل المخصوم علي الشركه كفو والله رفعت راسي زين سويت فيه اخصم علي الشركه 10 ايام زين كفو ما يخالف لكنك برت قلبي اي يا شريب هذا شويه لكن انا رايضه معاك انا رايضه معاك ان ما شربكتك ما اكون هاديه خوش عيشة متزوج سعادة الزوجية والقفص الذهبي قفص ذهبي إلا القفص التنكي أروح البيت ما صح يسوي لي غدا أطلع من الشغل ندمان متألم تعبان أروح أدور الحياة أشوف الحياة برميتها كل هالانعكاسات تصير بحياتي وأنا أتألم أروح البيت زعلان المرة وي غداء سندويش وخصم 10 أيام والسلم نايلون صبي نعم ما حاضر أنا عسى ما نقي أكح بعد كنا قاعد أكل خروف إيه عز سعادة ممتازة بس هو لا يعرفني منه أنا يا ابنة تتن يا شوف عيني مالها شوف عيني لا إني لا شوف عيني مالها شوف عيني لا إني لا خش يا ابني حالي سمعتها وأنا بطريقة قرصان نعم نعم يا ابني نعم نعم يا ابني اشتغل قدم قدم أنا يوم أتغدى في البيت قد حرمتي يسوى الدنيا ما فيها شوف عيني مالها شوف عيني لح لح تعال تعال أقول لا. ما عندك سندويش مموش ولا أقول سندويش مطبق بزبادي ولا نبرو بتان عندك أقول يا ربي صبرني على هالألم أقول ما عندك تميرة تمرة خبرك أنا يعان خبرك أنا مطرود من البيت ليش طردني من البيت تقول لي حرمتي ليش ما يبتي دار ماكو غدا ولا سوت لي غدا شوف عيني مالها شوف عيني لا إني لا أنت خلا ليش بأي حق بأي صورة أنت قاعد تهاجمني وبعدين تحداني ليش مو شغلك أنا بيكون على بينة أكون على طريق نور أكون على طريق نور شارع التيل مو شغلك لا أرجوك وضح لي نور لي طريق شو اللي واثق علي أنت على أيام أنا شايفك كليا متغير علي بالشغل المناجري بالعمل المناجري بالبيت أنا ما أسمع ما يصير أنا أصبر على حياتي أتألم ضايع عمري بالمطاعم بالقهاوي وفوق هذا انت قاعد تعايرني مع وجهك انت من تكون اول احترم نفسك انت من تكون عشان اسمك احترم نفسك انت من تكون احترم نفسك احسن لك ما تستحي على وجهك بحسن راسك بقوطي معجون ويا تناجرني انا انت شكوى الحين شنو اشتبت انا لا ابي نهايتك انت شكوى لا ابي نهايتك يعني نهايتك سعيده او نهايتك سعيده انا نهايتي طال عمر سعيد انت من سعيد انا بضحك على جد انت مره واحده علشان تضحك ده اللي قدام الاسوه ولا ما الاسوه يا ما صلى على النبي 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 صلى على مغتر بنفسه ما يعجب العجب لا وبيني وبينك ترى ما حد خرب ريلي الا ريلك لا 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 هذه ما اسمح لي تقولين عنه كذي ريلي ريال عاجب وايه عاجب وانت ايش داش اللي مشقل ياك فيها ايش معناها ايش قصدك
قصدي انك اليوم متهاوي شويه واحد بالشغل. والله بعد مو انا اللي اقول، راي العدروس يقول والناس كلها تقول من سوالف العلم سمينا الشر. لا 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 ما اسمح لك تقولين عنك كذي، هذا مهما كان رايلي وبعيالي. وايه سي ما سكته مالت عليه. اخرها اليوم متهاوي شويه رايلي العدروسي في المطعم. ها؟ اي بعد ما قاعدين دافعين عنه. ايه عرفت الحين ليش انه متخانق مع رايلك مو كذي؟ كل هالحكي وهالخناق بسبتها عشان متخانق مع العدروسي. يا الظالمه لا خليتيني اطبخ للريال وخليتيني اصارخ عليه ومعذبته. والسبه منك لكن الشرها مو عليك، الشرها علي انا اللي اسمع كلامك يا جليله الحياه. ها ترمه اشوف طالت وشمخت. انت كيف تصيرين ترمه؟ انت القبوسه تطلع عليك كناريه اللي ما تستحين عليها. ولا وجهك عاد. ها؟ سمعي كل شيء يصير لحد وشغلك عندي. يا قليل تروح برا زين 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 اطلع تروحك روح ريلك مالك برا ريلك وجهك عندي بعد. صدق قله حياه. الحقيقة ما عندكم سالفة. بس الحين انتوا ربع مثل الاخوان. ارجوك وتشتغلون يميع وتسوون بروحكم كذي. حنا سلمك الله. احنا انا ما ضيعنا الا رشاداتك ونصايحك. لا والله زين انا اقلمك انت منك. انا وياكم برا بالقهاوي هوشاتكم. اسمح لي يا شريب اقول لك انت قبي ولا تنفع. صح لانك انت ما كنت حاضر المعركه الداميه اللي جرت بيني وبين الاخ. لو انك حاضر المعركه الداميه شوف ما قلت اللي تقول. تخيل انا قاعد في القهوه انت شكو وتناجرني قاعد اقعد بكايه ابدا. السلام عليكم. هلا ها ذوبة. تفضل. شنو مكتوب الفراش يوهان؟ علاوه اكيد علاوه اذا رد اعتبار. انا شوف انا اوهان الفراش كوثر ما يجيب الا علاوه. كوثر الله كوثر مو ماله عاده كذي بس بدري. ها الساده شريب والعيدروسي انني سمعت عنكم بانكم تشاجرتم خارج العمل وبما ان المصلحه العامه تتطلب ان يكون الموظف حسن السيره والسلوك قررنا ما يلي 5 ايام الراتب كل واحد منكم بقابه لتصرفاتكم الخارجيه وتفضلوا بقبول باقي الجرعة. لا مصخة هذا مصخة مي حالة بعدكم ما شفت مشاجرة خارجية تحصل بين اخوة اثنين يخصم علينا بالمدير بالشركة 10 ايام. هذا ظلم هذا كذبة هذا بهتان. يا جماعة حقوق الموظف مهضومة كلش. يا جماعة كله من ايدكم طيعوني سمعوا نصيحتي وتصالحوا وتسامحوا وردوا اخوان مثل اول. انا ما ادري من هو الملعون هذا هل مشربكم كذي. اي والله مسكين شريف لا غدا سويت له لا شيء سويت له وفوقاتها متخانقه معاه وصراخ ماله والي. والله مسكين يا شريف مالك حظ معي لكن الله يجازي لسبب في اللي صار. اخ منك يا هاديه انت اللي وزيتيني على ريلي وخليتيني اتخانق معاه. يا هلا الغلب حبيبي الشريف. يا هلا فيك حكي جميل في هذا الصباح اللي ماله مدين. يا هلا فيك والله خير اشو سعيده اليوم خير لا عكس امس. امس امس كنت متخانقه وياك نسيت. يا حياتي ليش قعدي انت؟ انا بنصحك بس نصيحه وابي تردين علي. اولا تفضل. انت ما تدرين ان راحه الرجل في البيت والانسان ما يقدر يرتاح يروح يقابل اصدقائه في العمل الا لشاف ان زوجته بالبيت سعيده وتسعده بضحكاتها وابتساماتها. انا امسيت الحديده ما حبيت اني انا اقول يعني حجره في طريق العذره ماكو فما حبيت اني ازعجك. الحقيقه انا قربت الباب ورحت اكلت سندويش قلت افضل السندويش على الازعاج. قلعتك بشوف قيمتي عندك. انا انت عزيزه وغاليه حياتي لكن انا قفصي الذهبي امس الغلقه مو لي صاير قفص تلقي. من اليوم ورايح ما راح يصير شيء. أرجوك أنا شوفي أنا مثل أنا كالعصفور. إيه أنا إيه؟ إذا سمعت إذا شفت واحد يغرد لي أغرد له. إيه؟ ما في تغريد ما أغرد. أنا بس حبيت أدلع عليك شوية. يا بعد شفتي أنت دلالك على قلبي وعلى راسي لكن أرجوك لا يتكرر هالخلاف. لا خلاص ما راح يتكرر. أنت ما تسمع الخلافات الزوجية يا حياتي الحقيقة.
ويا خلنا راح افتش الباب. ما خلونا نسكت من اللحظات الطيبه. من اللي يقرع الجرس؟ من القارع؟ انا ها على صوت العدس. انا العيدروسي وهاديه دروسي. سما 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 هلا هلا سما هلا هلا سمعتوا صوتا في السحر. سمعتوا صوتا هادئا في السحر. سامحني يا شريف. ها انا حسبالي انت اللي مخرب علي ريل العيدروسي وبغيت انتقم منك. يا رب يا الهي انا خرب زوجك العيدروسي؟ العيدروسي خرب فريج باكمله. ادري فيه بس انت اشطر منك. العيدروسي خلى فيني بنشر. انا الحين بنشر. انا صار لي 9 ايام اجازه طبيه مبنشريه. كانت حلوه. انا السبب. والسبب يا جماعه انتم ومشاركساتكم وسوالفكم اللي ما لها معنى اللي تشبك الرجاجيل في خارج المنزل. ما يخالف انا غلطانه سامحوني. بعدين يا احب اقول لك يا هاديه او اللي خربني انا راتو ما تبغي. ما يخرب هذا ابدا. انا نشد بلاده ما يخرب. شد بلادي انا. بعدين شو القصد؟ شو القصد من هذا شنو؟ قولي لي خل اكون انا على بينه وعلى نور. فعلا؟ نوري طريقي. خلي طريقي. يا شريف يا سامحني انا غلطان. اي ليش حد؟ غلطان باي سبب؟ انا صدق شربتكم في كل مكان. سوء ظن منك يعني؟ اي سوء ظن. سوء ظن. سوء ظن. اذا سوء ظن وانتم الان واصلين بيتي فجيتكم عزيزه وهلا فيكم يا مرحبا. وانا والله لو ذابحين واحد من عيالي على راس. الله يسلمك والله عفاك يا شريف. لكن ارجوك مره ثانيه لا تكرر الخطا. لان انت شربكتينا بالعمل وشربكتينا بالمطعم تهاوشنا وبنشرتيني انا مع عيني وخليت المدير يخصم علينا 10 ايام من راتبنا الاساسي والاجمالي. انا اسفه يا شريف بس انت ما تدري. ما ادري والله. ان شربك يشربكو تشربك صارت شربك.